الذين يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتورة سارة القبندي، رئيس مختبرات الصحة العامة في وزارة الصحة. راح يكون حديثنا عن مختبر الكويت الوطني لشلل الأطفال، يواصل تميزه ويحصد نسبة الفيروس 100% في كفاءة عزل. حياة الله الدكتورة، سعيدين جدا أن تكونين معنا ضيفة في برنامج مساء خير الكويت. مساء الخير، أحب أمسي عليك أستاذة مشاعر وأستاذ عيد، ومسي على أعزائنا المشاهدين قناة تلفزيون دولة الكويت. حياك الله دكتورة سارة، ومباركين طبعا هذا الإنجاز، ودنا نتكلم عن هذا الإنجاز اللي تحقق معكم. في البداية أحب أعرف المشاهدين عن مختبرات الصحة العامة. مختبرات الصحة العامة تحتوي على أكثر من مختبر، منها مختبر الفيروسات المركزي في دولة الكويت، يتلقى معظم الطلبات للفحوصات لمعظم الفيروسات من مؤسسات حكومية وخاصة. مختبر الفيروسات المركزي دولة الكويت هو أول مختبر قام بفحص فيروس كورونا المستجد، بما إحنا في وضع كورونا، فهو أول مختبر قام بتشخيص الحالات وقام بفحص حالات فيروس كورونا المستجد، والحمد لله ولله الحمد، وما زال إلى الآن يقوم بالفحوصات. بالنسبة إلى موضوع كفاءة عزل شلل الأطفال، فمختبر الفيروسات يحتوي عدة أقسام، منها قسم البلمرة وهي فحص خاص بالبلمرة وفحص الفيروسات وفحص فيروس الكورونا، وأيضا هناك قسم أو سكشن لفحص شلل الأطفال وهو تابع لمنظمة الصحة العالمية. سنويا نتلقى عينات مجهولة النتائج توصل إلى المختبر ونقوم بفحصها ثم إرسال النتائج إلى المنظمة لمطابقتها ومعرفة مدى صحتها، ولله الحمد هذه أكثر من سنة نقوم بفحص هذه الاختبارات ونحصل على نتيجة 100%، مما يدل على جودة وكفاءة المختبر. جميل جدا دكتورة. طيب نبي نشرح للسادة المشاهدين حول المعايير الأساسية اللي تم من خلالها حصولها على 100% في قائمة اختبارات الكفاءة لعام 2020. طبعا مختبر الفيروسات تابع لمختبرات الصحة العامة، ولله الحمد يتبع المعايير والنظم العالمية في إجراء الفحص، دائما تكون موصى من ايضا منظمه الصحه العالميه او من الدول المعترف فيها، فنقوم باتباع هذه النظم والاجراءات في الفحص في جميع الاقسام وليس في فقط شلل الاطفال، ولله الحمد احنا نقوم باتباع هذه الانظمه وتدريب الاطباء والفنيين على القيام فيها تقريبا كل 6 أشهر او 4 أشهر، فالحمد لله نقوم بحصد هذه النتيجه اكثر من سنه. نعم دكتورة سارة، من خلال حرص وزارة الصحة أنا ودي أتكلم عن دعم المستمر للبنية الأساسية والقدرات الفنية لتعزيز مفهوم الأمن الصحي في البلاد. طبعا وزارة الصحة مشكورة دائما، دعمها مستمر ومتواصل لمختبرات الصحة العامة، متمثلة بمعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، متمثلة في دكتور مصطفى رضا وكيل وزارة الصحة الموقر الذي يقوم بزيارة المختبر دائما ودائما التواصل معنا لسد أي نقص أو عجز، لتوفير أحدث الأجهزة والأنظمة والمواد اللي نحتاجها للفحص. ما أنسى الدكتورة بثينة المضاف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة على تواصل يومي معنا لمتابعة أحدث التطورات وإذا كان هناك أي نقص في المواد، فدائما وزارة الصحة تقوم بمتابعة معنا الأنظمة والبروتوكولات، تتابع معنا وجود الأجهزة وصيانتها وتوفير هذه المواد أول بأول للمختبر، مما يعزز الأمن الصحي عندنا في الدولة. نعم. دكتورة كلمة أخيرة حابة تقولي لها من خلال هذا اللقاء. أشكر قياداتنا في وزارة الصحة مثل ما ذكرت سابقا، وأحب أذكر الجنود المجهولين في مختبر الصحة العامة وخصوص مختبر الفيروسات من أطباء وفنيين على جهودهم لما وصلنا إليه هذا اليوم. دكتورة سارة القبندي طبعا شكرا لك على تواجدك معنا في برنامج مساء الخير كويت، فاصل ونواصل بإذن الله. شكرا لكم.